مرحى، إنه يوم الغسيل. جملة لم يقلها أحد. يا إلهي، هذه المهمة مرهقة. والآن حانت جزئية طي المناشف، مملة للغاية. انتهيت من واحدة وبقيت مليون من شفاء. ها بلا، يجب أن تري هذه القطة. انتبهي، لدي كومة من المناشف هنا. هذه الكومة على وشك الانهيار. أوه، لقد أخذت مني وقتا طويلا. لقد مررت بنفس الموقف. هل تريدين أن أعلمك حيلة صغيرة في الطي؟ اصنعي مثلثا في المنشفة المسطحة ثم طويها، اقلبيها ولفيها هكذا. عندما تصلي إلى الطرف دسيها في الزاوية. أليس شكلها ظريف؟ جربي رصدها على المنضدة. منحت الغرفة مظهرا أنيقا. أوه، كان يوما حافلا. من الأفضل أن أضع هذه السترة في الخزانة. لكن أين؟ آه، هيا. حسناً، يبدو أن هذه السترة ستظل في الخارج. فوالا، وباردة أيضاً. الغطاء الغبي يضيقني عند الشرب. أجل، لحظة، هذا بالضبط ما أحتاج إليه. هل تحتاج إلى مساحة أكبر في خزانتك؟ ضع غطاءً كهذا على علاقة الملابس، وستستخدم نصف المساحة الآن، وستبقى ملابسك منظمة ومرتبة. عندما يتعلق الأمر بوضع الملابس في الدولاب، هناك نوعان من الأشخاص. نوع يحافظ على الملابس مرتبة، ونوع يتصرف مثل لانا. أوه، أصبح الوضع سيئاً هنا، لكن لن يضر وضع قميص واحد آخر. هكذا انحلت المشكلة. يجب أن أخذ استراحة من كل هذا التنظيف. أخيراً انتهيت من آخر قطعة ملابس مغسولة. أوه، احذري الانهيار. كدت أن أدفن حية في هذه الكومة. ماذا لم يعلق هذا بطريقة صحيحة؟ يا إلهي، انظري إلى كل هذه الملابس. يستغرق تعليق الجينز وقتاً طويلاً، لكن ربما توجد طريقة لتسهيل العملية. وجدتها. اثني الساق ثم لفي البنطال الجينز للأسفل حتى الطرف. استخدمي ساق البنطال لتغطية اللفة. اسحبيها حتى تبدو اللفة مثل شطيرة بوريتو جينز صغيرة. كل ما عليك فعله الآن هو وضع البناطيل الملفوفة في الدولاب. ولم أضطر حتى إلى لمس علاقة ملابس واحدة. يمنحك ترتيب الأغراض شعوراً مرضياً. واو، يا له من شاب حالم. يمكنني الاستماع له يتحدث لساعات. شكراً على مرافقتي للخزانة. أحتاج لأخذ كتبي. انتبهي من الانهيار القادم يا جينيفر. يا لها من فوضى. لحظة، إلى أين تذهب؟ يبدو أن الفوضوية كلفتك خسارة حبيبك يا جينيفر. سأشتاق بالتأكيد لتلك الابتسامة. يبدو أن الوقت قد حان أخيراً لترتيب أغراضك. هل لديك كرتون بطاطس مقلية فارغ؟ ألصقه بالخزانة باستخدام قطعة مغناطيس. من الأقلام للخطاطات، كل شيء سيكون له مكانه الخاص. هذا منظر يسر العين. هل يعجبك ما ترى؟ ما أعتقد أني مهووسة بالترتيب. حسناً، عادت العلاقة. الآن هذا وجه شخص قام للتو بتسوق ببدخ. إذن ما الذي اشتريته؟ أليست هذه الأحذية جميلة؟ إنها مثالية للجامعة. وهذه الأحذية الرائعة مثالية لسهرتي مع الفتيات، وكانت مخفضة أيضاً. هل يمكنك تصديق ذلك؟ لكن لا شيء من هذه الأحذية يمكن مقارنته بأجمل حذاء على الإطلاق. هل أنت متأكدة أننا مستعدون لذلك يا صوفيا؟ أقدم لكم حذائي الفريد الوردي ذو الكعب الحريرية. لقد كان آخر قطعة في السوق. سيغبطني الجميع.
لا أستطيع الانتظار لارتدائه والتجول به حول المدينة. صوفيا، انظري إلى أحذيتي الجميلة. لماذا اشتريت العديد من الأحذية؟ أين ستضعينها يا ذكية؟ صوفيا، ماذا؟ سأتصرف. حسناً، أولاً لا ترمي هذه الصناديق، فقد تكون مفيدة. إن كان لديك عدة صناديق أحذية متناثرة في المنزل وأحذية تحتاج إلى توضيب، فستحب هذه الحيلة. أحضر غطاء صندوق أحذية وضعه بحيث يكون جانبه الداخلي متجهاً للأعلى، ثم ضع الصندوق بشكل عمودي داخله هكذا. حالما تضع الأحذية داخله، ابدأ في رص الصناديق فوق بعض هكذا. الآن يمكنك أن ترى جميع أحذيتك الرائعة بدلاً من تكديسها في خزانة مظلمة. أحسنتما أنتما الاثنتان. بنت لالي، ها؟ أظافر كيفن حمراء، يجب أن أراها. حسناً، يجب أن أخبئ هذه القصاصة قبل أن تراها المعلمة. أتشو! أوه لا، سيرى الجميع كل ملاحظاتي. لا يمكن أن يحدث هذا. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ هل هذه ملاحظات؟ لنقرأ واحدة، ما رأيك؟ تسريحة شعر الأستاذة مضحكة؟ حسناً، ابقي مستيقظة طوال الليل في تصحيح الأوراق وسنرى كيف تبدين في الصباح. من بين كل ملاحظاتي، لا أصدق أنها قرأت تلك الملاحظة. هل تتناقل قصاصات حول مواضيع حساسة؟ أحضر دفتراً وقص ورقة بنصف حجمه. الآن أحضر عصا صمغ وضع صمغاً على الجانبين. اقلب الورقة واضغطها على النصف السفلي من الدفتر. تأكد من الضغط عليها بأصابعك للتأكد من أنها ثابتة. حالما تنتهي من ذلك، أحضر شريط زينة وصممه بالطريقة التي تعجبك. اخترنا شكل قلوب ووضعنا الشريط على الطرف العلوي للجيبة. لا تنسى دس الأطراف. واو، شاهد جيب الملاحظات المفيد هذا. أمي، هل لديك قصاصة أخرى؟ لا داعي للقلق الآن بشأن تطيرها مرة أخرى. وإن جمعت الاثنين تحصلين على 245، وهي أيضاً إجابة رقم 7 في الامتحان السابق. سنناقش هذا غداً. لقد أنقذنا الجرس. إنترنت، لقد افتقدتك في آخر ساعة. أليس ذلك صاخباً صوفيا؟ اهدأ، أنا سأخفض الصوت لأرى أين هي سماعاتي. يا للفوضى، كيف حدث هذا هناك؟ لحظة، أظن أن هذه العلكة ستفيدني. لدي الحل. هاتي علبة علكة بلاستيكية كهذه وأفرغيها. أضيفي لمسات خاصة كهذه الملصقات. ظريف صح؟ والعلبة مفتوحة، اصنعي فتحتين في جانب. الآن أضيفي حلقة مفتاح. أخيراً يمكنك الاستماع لأغانيك المفضلة في العلن. صوفيا، هيا سنذهب للغداء. الآن يمكنك حفظ سماعاتك مرتبة للمرة القادمة، وليس عليك أن ترميها في حقيبتك. عبقري. إنه وقت الصباح، وهذا يعني وقت تحضير بعض البيض. وجاستن يحب تحضيره بطريقة سهلة. أو لا تنسى إضافة القليل من الملح للنكهة. هذا يكفي. أحتاج الآن إلى الأداة المناسبة لقلب البيض. أوف، كيف يمكنك يا جاستن العثور على أي شيء هنا؟ في هذه الفوضى لن تحصل أبداً على ما تحتاجه في وقت قصير. أها، هل سيعمل قاطع الكعك هذا؟ يمكنني أن أحاول. بيضي، لقد بلغت في طهي قليلاً، ألا تتفق؟ الآن يجب أن أبدأ من جديد. لحظة، ما هذا الشيء في القمامة؟ من الأفضل أن أضع هذا جانباً وأرى ما يحدث هناك. حسناً، أتفهم الآن سبب رميه في القمامة، لكن ربما يمكنني إعادة استخدامه. امنح الملف القديم استخداماً جديداً مع هذه الحيلة الذكية. كل ما تحتاج إليه الشريط المعدني ذو الحلقات. باستخدام مسدس صمغ ساخن، أعصر الصمغ على طول الجزء الخلفي من الشريط. علقه الآن قبل أن يجف. اختر أي باب خزانة تريده وألصقه مباشرة بجهته الداخلية. اترك الحلقات مفتوحة حتى تتمكن من تعليق أدوات الطهي عليها، من ملاعق ومغارف وغيرها. يمنحك التفكير خارج الصندوق، أو بالأحرى الدرج، شعوراً جيداً، ألا تتفق؟ لمسة أخيرة لطيفة يا جاستن.